إنما يراه مجلس العائلة المالكة في الأردن لمصلحة الأردن والأردنيين دائما، فنحن كأردنيين معه ونتفق عليه قلبا وقالبا. فالأردن وطننا واستقراره وأمنه فوق كل الاعتبارات. نقف خلف سيدنا بكل توجهاته، وليس غريبا أو مستغربا، تأكيد جلالة الملك استمرار الرعاية والعناية الملكية لأسرة أخيه الأمير حمزة، فهذا ديدن آل هاشم، الرأفة والحلم والعدل، كما كان والده الباني الحسين بن طلال رحمه الله. فالفتنة شر ولا بد من اجتثاثها من الجذور، لنعيش وعشائرنا وكل إنسان على ثرى الأردن بأمن وأمان كما تعودنا. حمى الله الأردن والأردنيين والأسرة المالكة. لطف الزعبي، إعلامي أردني مقيم في الإمارات العربية المتحدة.